يبدو أن تداعيات الزلزال التركي الذي حدث في 6 فبراير ما زالت تتكشف وتظهر إلى العلن، وذلك بعد أن هدأت الأرض قليلاً وارتفع الغبار إلى عنان السماء، لتكتشف السلطات المفاجأة التي تسببت في رعب الآلاف، فكيف انقسمت قرية تركية بسبب الزلزال؟ في الوقت الذي ما زالت تركيا تلملم خسائر الزلزال القوي الذي ضرب البلاد وسوريا في 6 فبراير الجاري، تكشفت أسرار جديدة عن زلزال الاثنين الكبير الذي تسبب في رحيل أكثر من 40,000 ضحية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين. فأكد تقرير لموقع تي آر تي التركي أن زلزال 6 فبراير اللذان ضرب تركيا وسوريا بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس ريختر تسبب في تقسيم قرية تركية إلى نصفين. وقال التقرير إن قرية ديمير كوبرو في ولاية هاتاي التي كان 1,000 شخص يقطنها قد انقسمت إلى نصفين بفعل الزلزال المدمر. ونقل الموقع التركي عن أحد سكان القرية واسمه ماهر كاراتاس قوله إن البيوت غرقت في الأرض بمعدل 4 أمتار، مضيفا كانت الأرض حرفيا ترتفع وتنخفض. وأكد سكان القرية أن الزلزال تسبب باندفاع كميات من المياه من تحت الأرض والتي انخسفت إلى 30 مترا في مواقع عديدة. مراد يار عامل بناء في القرية تحدث لتي آر تي عن هول ما حدث، موضحا أن الأرض كانت تقفز والمياه تتدفق بسرعة. وأضاف يار اتجه السكان لمكان التجمع الذي حددته السلطات سابقا لمثل هذه الكوارث، إلا أن المكان لم ينجو أيضاً من الزلزال. قلت في نفسي انتهى الأمر، لقد هلكنا. وأعلنت السلطات التركية الأحد انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزالين في كل المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي في قرابة 40 مبنى. وشاركت عناصر الإنقاذ من عدة دول في عمليات البحث التي انطلقت يوم الاثنين 6 فبراير، وأسفرت عن العثور على مئات الناجين تحت الأنقاض. هذا وارتفعت حصيلة الخسائر في الأرواح جراء الزلزال المدمر في تركيا لتتجاوز 41,000 شخص. وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد أن عدد ضحايا الزلازل التي ضربت البلاد في 6 فبراير ارتفع إلى 41,000 في تركيا وحدها في 10 مقاطعات. وأسفر الزلزال المدمر الذي وقع يوم 6 فبراير الجاري وبلغت قوته 7.8 درجة عن تدمير نحو 345,000 شقة في تركيا. وذكر مرصد الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا صوراً التقطت عبر الأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الحالي. وأظهرت الصور الأضرار التي لحقت بمدن كهرمان مرعش وتركغلو ونورداغ التركية، حيث اعتبر عالم الجيوفيزياء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا إيريك فيلدينغ الزلزال ضخماً وقوياً جداً لدرجة أنه أحدث صدوعاً طويلة وألحق أضراراً مماثلة لزلزال عام 1906 الذي دمر سان فرانسيسكو.